السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير، وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا لكم على الدعم. قصتنا هاد المره زوينه، نبداو في القصه. قالت فتيحه: ادريس ادريس، الغدا وجد، اغسل يديك واجي تاكل. جا ادريس وبس المرأة اللي في الخمسينات من عمرها راسها، وجلس يتغدى معاها بلا ما ينسى يشكر الطياب ديال شريكة حياته اللي من بعد 30 عام زواج باقي كيبغيها كيف أول نهار. فتيحة ودريس هما كوب المغربي، كبروا بزوج وكبروا على الحب والعشرة اللي مع الوقت كتكون كبار من الحب. كبروا على الصبر والمودة والاحترام، وخصوصا الوفاء اللي صعيب تلقاه عند المزوجين بوقتنا. فتيحة ودريس ما كانوش بانين سعادتهم على ما هو مادي. دريس وفتيحة كانت عندهم في هاد الحياة بنت نورات حياتهم، كانت سميتها سحر، وبالفعل جمالها ساحر. وواحد النهار عمره ما غيتنسى، النهار اللي ما كانش منه هروب حيت مكتوب. داك النهار كنت راجعة للدار من بعد ما كنت مع صحاباتي محتفلين عند وحدة منهم بنجاحنا في الباك، وصيرتو أننا نقاطنا كانوا مزيانين. دخلت للدار وكيف العادة طلقت حلقي، كان عيط على بابا وماما، ولكن هاد المرة ما كان حتى جواب. وريحة الغاز دايعة في الدار كانت كفيلة باش تخليني نتوقع أشنو درى، ولكن كأي واحد في بلاستي العقل كيرفض أي فكرة عندها صلة بالموت. كنعيط: ماما بابا فينكم؟ وشكون خلى الغاز مطلوق؟ بديت كنبكي. حاولت ما أمكن ما نمشيش لبيتهم، حليت حيت كل أمل أنهم كانوا خارجين والدار خاوية. داكشي علاش ما كيجاوبني حتى شي واحد. مشيت وسديت البوطة اللي كانت غتخنقني بزز باش وصلت، وحليت شرجم الكوزينة وكاع شرجم الدار. وصلت لباب البيت واللي كان شبه محلول واللي معاه حليته تحلو عينية وتحلو جراح قلبي اللي الزمان من بعد ما قدر لا يسدهم ولا يبدل فيهم شي حاجة. المنظر ديال بابا وماما متكين بجوج وأجسامهم باردة هو من أبشع الحوايج اللي عشت. من بعد هاد النهار أي ضربة من الحياة ما كانتش كتأثر فيا، حيت شفت والدي غادين يدفنوا، ويا ما بت وسط قبرهم وكل إحساس بالأمان. حتى كتجي خالتي تقلب عليا وتنوضني، وقفتها معايا كبنتها كانت أحسن حاجة كتوقع لي. من بعد ما فقدت الأمل في الحياة قراتني، والبنت اللي واقفة دابا قدام المرايا كتشوف راسها هي طبيبة نفسية ناجحة في عملها وفي قرية في الريف. قال سيف الدين: ماما هدرتي قلتها. جاوباته أمينة: ولدي الله يرضى عليك، نادية ماتت الله يرحمها، وأنا وباك باغين حفيد، راه العمر كيجري وحنا باغين نشوفوا حفايدنا قبل ما يديموا الأمانة أمانته. بلا كلمة بلا جوج عطاها بالظهر وخرج. كيفاش حياته كانت هادي عامين. سيف الدين راجل عنده 30 سنة، وهو الزعيم ديال المنطقة اللي عايشين فيها، وكلمته ما كتناقش وما كتعاودش. رجل قاسي، وسيف خدا منه بزاف ديال الطباع، ومن اللي كبر خلى الزعامة لولده سيف الدين. هو هداك النوع ديال الرجال اللي في النقاش كيسكت وكيسمع وكياخد قرارات عقلانية. الفرق الوحيد بين سيف الدين وباه أن سيف كان باغي يبدل بزاف بالعادات والتقاليد في المنطقة شوية بشوية، واللي لدابة باقي ما نجحش 100% في تغييرهم. نادية اللي هي مراته كانت الحب ده حياته. قال عزيز: نادية فكري مزيان والله تمشي معاه، ما تفوتوا العتبة إلا وانتو ما ميتين. قالت ناجية:
ودموعها شلال على بنتها. الله يا الحاج، باغي تقتل بنتك قدامي؟ ها الحاج، انا مزاوبة الحاج، نبوس ليك رجليك، ما تقتلش لي يا بنتي. الحاج عزيز رفض يتنازل، وحتى سيف الدين رفض يخلي حب حياته. مد ليها ايديه ونادي حدها شافت فباها والحراس اللي هازين عليهم سلاح. ابتسمات وشدات في ايد سيف الدين وتمشاو محاولين يزيدوا، يقصى حتى يقصى على ولاده، ولكن ما توصلش للقتل. كان الحل الوحيد قدامه هو يخليهم يمشيوا، لكن قبل وقفها بكلامه. قال: نادية، انتي قبلتي تزوجي بالراجل اللي بواه عدوي، انا ساخط عليك اليوم الدين. ومع النهاية هاد الجملة كانت دمعة ألم نزلت من عين نادية، لكن قدام حبها لسيف الدين فضلت تكمل طريقها، ورسمة في بالها باللي شي نهار غادي يسمح ليها بواها. أما الحاجة ناجية مع السخط مع سخفات منهارة، ومورا هاد الشي كانت تقامت حفلة صغيرة تحت طلب نادية اللي فرحتها ما كانتش كاملة بلا والديها. داكشي علاش فضلات ما يديروش عرس كبير رغم انه زعيم، ولكن حتى هو تفهم ووافق على طلبها. يكفيه انها ضحات بالغالي والنفيس، ووقفات قدام الموت، ووقفات قدام الموت ووالديها باش تكون ليه. ولكن السعادة عمرها ما كتكون دايمة. مباشرة مورا زواجهم، نادية اكتشفت الجانب الثاني من حب حياتها واللي هو السادية، وزيد عليها أنه عصبي ومتملك بلا ما نهضروا على درجة الغيرة دياله. كانت نادية صابرة لطباعه من نهار زوجات به ما شافتش الزنقة إلا إذا كان معاها، ماشي مشكل ثقة. ولكن جمال نادية كان كيخليه ينحي أي واحد إلى غير جات عينه عليها. وفي الفراش كان عالم آخر بعيد كل البعد على الرومانسية. كانت إلى غلطات كيعاقبها بشي عقوبات ما يطيحوش في البال واللي كانوا كيضروها. حتى كتبدا تبكي وتغوت وترجاه، ولكن هيهات، كانت مفروضة عليها الطاعة. ومع الوقت بدا شكها في حبه كيزيد، في نظرها اللي كيبغي شي حد ما كيعدهوش. لكن سيف رغم تعامله الزوين إلا أنه ما كيرحمهاش في الفراش، ودازت ربع سنين على زواجهم. وكانت نادية عشقات زوجها السادي لحد الجنون، بعصبيته وبجنونه وبطباعه السلبية. لكن المجتمع ما كيعرفش هاد الشي، كيعرف أن المرأة إلى تزوجات وداز عام أو أقل خاصها تحمل، أو لا راه خاص راجلها يبدلها. قالت لي هالحاجة فاطمة: إيوا بنتي نادية، راه صبرت قادة وربع سنين دازت، وكل عام كنتسناو. نادية حبسة دموحة وكل نهار كتسمع نفس الموال اللي كيسمم الذات. قالت: خالتي، هذا قضاء الله مكتوب، وانا ما بايدي والو. قالت الحاجة فاطمة: ايوا مكتوب وفهمناه، ولكن ولدي باغا نفرح بولاده، الا كنتي انتي ما قاداش خلينا نزوجوه. سيف الدين مع داخل مع سمع الهضرة كيشوف لمو وسط عينيها: الحاجة، انا ماشي دري صغير تزوجوني انتوما. ودار عند نادية اللي دموحها حفروا طريقهم، وهدر هو كيورك على كل حرف: وربي اللي خلقني وخلقك يعاود شي واحد يتدخل في مراتي غتكون هدرة اخرى، اللي عنده شي حاجة يجي يقولها لي انا، مراتي عليكم بالتقار. قالت الحاجة فاطمة وهي معصبة: كيفاش علينا بالتقار؟ جاوبها سيف الدين: مراتي انا، عرضي انا، شرفي. الا كان شي حد يلومها ولا يدوي معاها راه والله ما تدوز على خير. وجر نادية ودها للبيت اللي كي دخلت ليه زادت وتيره البكا،
وهو بدوره عنقها خاشيها فيه ومزير عليها. قال شت حبيبي مسحيها فيا، ما حد عايش ما كانش اللي جرحك بالهدرة، وخا يبقى فيا غير عرق. نادية كان داك الحضن هو اللي خاصها باش تخوي ما في قلبها، حتى هي باغا تحمل منه وتولد ولدها ولا بنتها ويخرجوا كيشبهوهم، ولكن هاد الشي ماشي بإيديها. بزاف ديال الحوايج داروا في بال نادية اللي حسات بالحجرة، ولكن في نفس الوقت كتقول عندها راجل حاميها من الدنيا وما فيها. وبعد مرور 3 شهور سيف الدين كيعيط نادية نادية. جات الحاجة فاطمة كتحاول تفيقه وهي كلها أسف على حالك. الله ولدي فيق، غير كتحلم ولدي غير كتحلم. فاق سيف الدين من الحلم اللي كل نهار كيتعاود ليه، وتفكر فاش كانت نادية معاه آخر مرة. قالت حبيبي أنا حاملة، أنا حاملة، وطايرة بالفرحة. سيف الدين هازها وكيدور بيها وهو في قمة السعادة، وبالأخص نادية اللي حلمها أخيرا تحقق. قال لها سيف الدين حبيبي أنا خاصني نمشي لخدمتي. قالت ابقى معايا حبيبة عافاك. قال غادي نرجع بكري ونجلس معاه. جرها من خصرها بقوة وضغط بإيديه وهدر بهمس، الباب دبيتك ما تفوتيهش مفهوم؟ قالت واخا، وحنات راسها والفات أنها ديما بين 4 الحيوط، وإلى لقاها خارجة ليلتها كتدوز كحلة، ولات كتفادى تجبد الجزء الثاني من شخصيته. العشية رجع سيف للدار اللي كان فيها غير هو ونادية، حيت والديه مشاو معروضين أسبوع ديال حفيد واحد السيد. اطلع للبيت ومع الحلاد الباب مع الحلاد عينيه، كانت نادية شانقة راسها، مشى كيجري كيهزها وكيفك الكوردة من عنقها وكيغوط بحر جهده، ولكن جسمها كان بارد بحال التلج. بقى جالس حداها حتى جا والدي اللي تصعقوا من المنظر اللي قدامه، ودازت لجنازة نادية واللي دفنها سيف الدين ودفن معاها قلبه. وهو ما متيقش كيفاش خلاته ديك اللي واجهات الموت باش تكون ليه، كيفاش قتلات راسها وقتلات ولدهم اللي كان باغي غير امتى يشوفوا قدامهم، كيفاش حتى تحقق حلمها عاد انتحرات. دماغه بقى كيدي ويجيب حيت ما اقتنعش، وعمره غيقتنع باللي نادية انتحرات. دار مجهوده كامل باش يعرف اشنو طرا داك النهار، شاف الكاميرات ديال القصر، ولكن لقى ديك الساعه بالضبط ممسوح التسجيل ديالها، الشيء اللي خلاه يزيد يشك. والانتقام اللي دار هاد الفعله غادي يكون خايب وبزاف، غيوريه جهنم في عز حياته. مشى عند والديها كيستفسر واش ما هضروش معاها في التليفون، حيت منطقيا خبر حملها مستحيل تخبيه على والديها. ولكن تفاجأ لتاني مرة أن والديها ما وصلهم حتى شي اتصال داك النهار. أي حاجة من داك شي اللي كان كيوصل ليه كتبين بلي شي حاجة غامضة في موت مراته وولده، يكون باها اللي قتلها من اللي تأكد أنها مستحيل ترجع، يكون شي واحد عنده معاه حساب. ولكن ليغارد كانوا في الباب داك النهار، وحتى هما ما شافوا حتى شي حاجة. دازوا أيام وسنين بلا ما يلقى حتى دليل، ولكنه حلف أنه قد ما بقى غيلقى شكون قتل مراته وولده، وديك الساعة الحساب. نرجعوا للحاضر، في الشركة ديال سيف كاينين 4 رجال مجموعين على طاولة اجتماعات واللي كيترأسها سيف. قال لي جورج احنا طايقين فيك مسيو سيف، وعندك اصلا سمعة مزيانة، داكشي علاش نقدروا نبداو الشراكة ديالنا الا ما كانش عندك مشكل في الشروط اللي في العقد. سيف الدين نزل عينيه مخنزرين كعادتهم
وهو كيتمعن مزيان في الأوراق وابتسم ابتسامة جانبية وقال: أنا موافق. سال الاجتماع وخرج سيف نيشان لطوموبيلته، وديمارة مخلي غير العجاجة مورا. راجع للمنطقة فين كاين قصر والديه، وخا خدمته في الرباط وعنده فيلا ديما تما، ولكن ما كيبغيش يخلي والديه بوحدهم. وفي القصر قالت الحاجة فاطمة: أبنتي هضري معانا، قولي لينا شنو طاري لك مع راجلك، واش أداك ضربك؟ الله يا بنيتي ومالكي غير مصدومة. بدات كتبكي وقالت: الحاج بنتي كتضيع الحاج، آه بنتي باقا صغيرة، الله يا ربي فين كان مخبي لينا هاد الشي. سيف دخل مع تنواح أمه وباه اللي كيشوف، وبين من ملامحه أنه حتى هو مقلق. دور وجهه وهو يشوف اختو سارة، كانت تزوجات بواحد كانت كتبغيه، ومشاو عاشو في فرنسا. ورغم اعتراض سيف عليه فرضاتو عليهم حتى استسلموا للأمر الواقع. سيف كيسول: شنو وقع هنا؟ جاوبت الحاجة فاطمة: ملي جات ولدي وهي في هاد الحالة ما كتهدرش غير كتشوفه ساكتة. سيف مشانيشان عند اختو، هزها وزاد طالع مع الدروج غادي بها لبيتها وقال: اشنو المشكل؟ سيف عرف راسه غير غيتعصب ويستق مغوت عليها، فضل انه يخرج. وكي خرج عيط في التليفون قال: اجمع لي رجالي دابا. وهي تقول الحاجة فاطمة: سيف ولدي مالها؟ قال: من بعد الحاجة. وخرج طاير وموراه جوج طوموبيلات، في كل وحده ربعه ديال لي كار، والاتجاه كان المطار. وبعد شحال من ساعه في مدينه تولوث في فرنسا، في دار في حي راقي، جالس راجل مفرق رجليه وكيتفرج حتى كيسمع الدقان. جبت الفردي ديالو ووقف مورا الباب وقال: شكون؟ قال له سيف الدين: حل نسيبي. حل نسيبي احمد؟ غير سمع صوت سيف الدين والعرق ولا نازل منه، وحل الباب حيت عارف الى ما حلوش غادي يتحل بالسيف عليه. دخل سيف الدين بمشيته الثقيله قال: فين مراتك؟ احمد بدا يتمتم: مراتي في الدار عندكم. لا، جروا من عنقه كيديه ويجيبه. ترجل وهدر معايا. قال احمد: انا ما درت ليها والو، هي بغات تمشي. سيف الدين شاف ليه في عينيه نيشان ودار ابتسامه جانبيه وقال: ما درتي ليها والو. احمد ما حس براسو، احتاجته لك مقويه وجا طايح والدم سخون نازل من نيسي، باقي ما استوعبش الدقه. احترجع شنق عليه سيف وقال له: شوف السي، ما ضاربش عليك الطريق باش تقول لي يا ما درتي ليها والو، شنو حساب ليك؟ ناعس على ودني. كيهضر وكيزدحو مع الحيط: عارف خدمتك الممسخه، وعارفك كنتي كتحفر مورايا، وعارفك صيفطتي اللي قطع ليا الفران الطوموبيل، وسكت اللي حطك، ماشي حيت معشوق في خنزك، كنت صابر على وجه اختي، ولكن دابا غنحيك. انزل عليه بالضرب وحمد كيقاوم. سيف الدين حل الباب وهدر مع واحد من اللي قارت: هزوه لكوان المعلوم وخليوه تما. مشى سيف الدين وبات في الوطيل ديال صاحبه اللي من شحال هادي ما تلاقاو. والصباح كيفطروا بجوج قال له حمزة: ومازال ما لقيتي حتى شي خيط يوصلك، وما عرفتي تكون متاحرات بالصح. جاوبوا سيف الدين: مراتك فرحانة وحاملة من الفوق وتنتاحر. حمزة: قتلوا لي مراتي وولدي وديني، حتى غادي نلقاهم طال الزمان ولا قصار، وساعتها الحساب صعيب. جاوبوا حمزة: إن شاء الله. قال سيف الدين: اختي اللي دماغي يا صاحبي حاير، ما باغاش تقول لينا مالها، ساكتة وما كتهدرش. جاوبوا حمزة:
وما عرفتيش شنو اللي خلاها في هاد الحالة؟ قالوا سيف الدين، كان قول لك ما كتهدرش. قال حمزة، فترة وغدوز خليوها ترتاح ونمشيو المغرب وفي القصر بالذات. الحاجة فاطمة كتقول بنتي ضاعت مني أرقية، ما عرفت فين نديها ولا شنو ندير لها. جاوبتها رقية، دابا الوقت تقدمات، ديوها عند الطبيبة الحاجة، لا يدخلوا ليك الناس ديك الهضرة المس والشعوادة للدماغ. شحال من وحدة كانت بعقلها وسطاوها غادوك اللي كيقولوا ليها هادشي. قالت الحاجة فاطمة، وما عرفتش واش خوها يبغي، راكي عارفة سيف. جاوبت رقية، ولا واه الحاجة ما يبغيش اختو هاد الحالة، غاقوليها ليه. قالت ليها فاطمة، إلا هي إلا، نحطو أمام الأمر الواقع أحسن. وفي بلاصة أخرى كتقول، مادموزيل صحة، كان عندك موعد مع العشرة ولكن مولاتو لغاتو، ودابا عندك موعد مع ليالي. جاوبتها سحر، قولي لي هدخل. ما عرفتش علاش من بين كاع المرضى اللي عندي ليالي اكثر وحده قريبه ليا، جمال واخلاق، ومن اللي كنجلسوا بجوج حتى انا كنرتاح ماشي غير هي. دخلت ليالي وقالت سلام. جاوبتها سحر، وعليكم السلام، تفضلي جلسي، كي كتحسي براسك؟ قالت ليالي، انا قررت نطلق منه. جاوبت سحر، احسن حاجه، وإلا بغيتي انا نعاونك، سافري عند بنتك في كندا. قالت ليالي، دكتوره غيجيك هادشي غريب، ولكن كنحس بلي شي حد تابعني ولا كيتجسس عليا. جاوبت سحر، ليالي هادي مجرد فكره قنعتي بها راسي، وهاد الأوهام من اللي كندخلوهم في راسنا كيوليو جزء من الحقيقة. جلستي مع ليالي دامت ساعة، كاين اللي ربح في هاد الدنيا حوايج كيتمناهم أي واحد، ولكن بالمقابل خسر راسه ونعاسه. حتى كدخل، دكتورة سحر عندك موعد، دخلها دابا. جاوبت سحر، دخليها. وهي تقول الحاجة فاطمة، السلام عليكم. جاوبتها سحر، وعليكم السلام، تفضل. قالت الحاجة فاطمة، أنا ما مريضاش بنتي، ولكن بنتي هي اللي مريضة، الله يرحم ليك الوالدين بنتي، راه ما عرفت ما ندير ليها. جاوبت سحر، بنتك برا. قالت الحاجة فاطمة، لا بنتي، كي شتي ما كتحرك ما كتهدر. وبدات كتبكي، وبنتي الله يرضي عليك، احنا ساكنين في الريف، ولكن جيت انا وبنتي في دار ولدي، وكون ما هزيناها ما تحرك، الا بغيتي تجي للدار وتشوفي حالتها. قالت سحر، الدار قريبه. جاوبت فاطمه، بعيده شويه بنتي، ولكن يجيبك الشيفور ويردك. وهي تقول سحر، نرجس اجي عندي البيرو. جات نرجس وقالت، نعم مدموزيل سحر. قالت سحر، عندي مواعيد مورا هاد المرأة. جاوباتها نرجس، لا مدموزيل. وهي تقول، تفضلي الحاجة، يلا نمشي. وصلت سحر والحاجة الفيلا ديال سيف. سحر غير قرات سمية مكتوبة في الباب وعرفت شكون مولاها أكيد، وهو كان محط الأنظار هاد العام، ولكن غير كتسمع السمية عمرها ما شافته. وديتها الحاجة فاطمة البيت سارة وحلات لها الباب. قالت سحر، الحاجة خليني معاها وإن شاء الله خير. وفي الفيلا في الطابق التحتاني، قالت الحاجة فاطمة، الله يا ولدي، وانت ما لقيتي غادة ما تجي. قالتها بهمس. وهو يقول سيف الدين، كيفاش؟ قالت الحاجة فاطمة، اجلس اجلس نعبد لك. داتت ساعة والحاجة فاطمة بالسيف ما قنعت ولدها بموضوع الطبيبة واللي كان رافضه من الأساس. قرب ناصر من سيف ومشاو لبرا كيوشوش ليه في ودنه، ناصر اللي هو الدراع اليمين ديال سيف. في هاد الأثناء
صحاب نزلات عند الحاجة اللي كانت حاضية ولدها من بعيد وباينة فيه معصب. قالت لها صحر: الحاجة حصة وحدة ما كافياش، أنا يلاه شخصت حين الحالة. الحاجة بقت ساهية وهي تقول صحر: ولدك هذا الحاجة حنات راسها بقاه. ومشات طلعات باش تشوف بنتها، ووصلت صحر تسنى سيف يوصلها للباب وتشرح له الحالة. ولكن صحر يحسب ليها ناصر هو سيف، غير خرج وبغات تهدر معاه ودخل فيها وزاد ما عبرهاش. مني تكلوين جاية غنشرح ليك على اختك، حتى حسات بشي حد كينغزها في ظهرها وقال: مدموزيل كاين شي مشكل؟ قالت: اه كاين، داك الزفت ديال سيف الدين بغيت نشرح له الحالة ديال اختو ودخل فيا وزاد. بنادم منفخ عاجبو راسو، عند بالوش هاد السمال طاح. سيف الدين دار ابتسامة جانبية وهي باقة كتنقر وتعاير وقال: اوكي مدموزيل اشنو بغيتي تقولي لي؟ قالت: يدقل ان شاء الله، المهم وريني عفاك الباب. وهما خارجين حتى دخل ناصر وهي تخنزر فيه صحر وقال: مسيو سيف الامانه وصلات. صحر في هذه اللحظه دورات وجهها بالعرض البطيء جهه سيف وبدات كتدخل وتخرج في الهضره وقالت: بغيت نقول، لا ما بغيت نقول والو، عافاكم غير الباب فين جا، ولا بلاش غنمشي بوحدي. غادة وكتلعن في راسها على السبان اللي سباتو في وجهه، اما سيف جاتو الضحكه على التلفه اللي شداتها. مشى مع ناصر وفاتوا الجرده ودازوا من واحد الممر وخرجهم نيشان في ساحه خاويه دايره في الشجر وفيها بيت. دخل سيف الدين وموراه ناصر فين لقى راجل ختو حمد مجلسينو فوق كرسي. قال سيف: غنهضر معاك هضره وحده وما غنعاودهاش، يا تقول لي اش درتي لختي يا نقتلك. قال حمد: قتلني. وحتى سيف الدين ما كانش من العاجزين، ومن اللي قال لي غنقتلك كان كيقصد كل حرف نطقه رغم البرود اللي كيهضر بيه. هزني شان سلاح كاتم الصوت وتيرا فيه حتى سمع شي واحد غوت، ومع الدورة جا وجهوني شان في وجه صحر اللي كانت شادة فمها والدموع في عينيها. بدات كتجري بلا ما تشوف موراها، ولكن مع من هي ما حسات الا بشي ايد جراتها بقوه ودوراتها وهو يقول سيف الدين وكيهضر ببرود: دكتوره. الفضول خايب كيهضر ويزيد يورك ليها على ايديها. صحر كتهضر وكتبكي: بعد مني، طلق طلق مني. وبدات كتبكي: قتال اطلق مني. سيف رسم ابتسامة خبث وقال: نطلق منك دكتورة. شفتي شي حاجة ما كانش خاصها تشاف. صحر كتبكي وقالت: ما كنشوفش انا عمية، اش شفت؟ انا اصلا كندير نضاضر، انا ما شفتش، عافاك اطلق مني. سيف الدين جرها من ايديها بلا ما يزيد معها الهضره وطلعها لفوق ودخلها لواحد من البيوت وسد الباب. قال وكيشوف ليها نيشان في عينيها وكيهضر: فضولك وصلك لهذا الشيء، ما تبكيش عليا دابا حيت دموعك ما هازين فيا حتى شعره. سحر ودموعها حلفوا ما يحبسوا. وهي ديك البنت الرقيقه واخا كتبان قويه، ولكن من الداخل هي خوافة، عمرها ما توقعات تشوف داكشي اللي شافت اليوم. قالت: شوف الله يرحم ليك والدي، خليني نمشي، خالتي غدا تخلع عليا. بدات كتبكي وكتقول له: عافاك انا ما شفت والو وما غنقول والو، الله يخليك. كانت كترغبو وما عارفاش الرغبة اللي زرعات في سيف وهو كيشوفها هكا. كان كيتمتع وهي كتبكي قدامه، وخوفها قادر يشمه من بعيد، قادر يشوف كاع لي ديتاي، رجليها اللي كيرجفو،
إديها اللي كتحكم مع بعضياتهم وصدرها اللي طالع نازل. ناد عندها بشوية ومحدها هي كتبعد وهو كيزيد يقرب حتى حاصرها مع الحيط وقال خروج من هنا راكي ما خارجعش، وخرج وخلاها غارقة في دموعها وخوفها وعقلها كيدي ويجيب فشنو غيطرى ليها. وفي الصالون التحتاني بيت سيف جل الرباط بطالب من سيف اللي بغى يحطو أمام الأمر الواقع. قال الحاج اختك اش غنقولو ليها على راجلها الى بدات تسول عليه؟ جاوبو سيف انا غنهضر معها وتكون خليته عايش، كان كيحفر مورانا كان غيقتلني، من اللي قتلته بديك سهولة خاصو يكون من الحامدين الشاكرين. قال له الحاج والبنت؟ سيف الدين دكتورة راها هنا حتى نفكر. قال له الحاج خاصك تقتلها. باقي سيف الدين كيهضر مع باه حتى دخل عليهم ناصر وقال مسيو سيف لقينا هذا التليفون في هذا الصال ديال الدكتورة. سيف الدين شاف الرقم مكتوب عليه عمري، اقطع عليه وقال هاك لوحو، وقطع لكارت سيم وغبرها. قال الحاج من الأحسن تهنينا حتى من مولاتو في أسرع وقت. جاوبو سيف الدين أوكي يلا نخليك الحاج ونطلع نشوف الشغل. طلع سيف الدين عن الصحر اللي بقات كتبكي حتى دها النعاس بالخلعة والعيا. داز عندها النهار ما تمنهش العدوب، قرب ليها وهو كيشوف فيها ملامح بريئة، ولكن دخلت راسها لخلادارها بدا كيفيقها وهي كتحاول تحل عينيها وكتمنى من قلبها يكون داكشي اللي طرا غير كابوس. سيف الدين قال لها وقفي. جاوبات فين غديني هي غتقتلني ياك؟ قال سيف الدين هدرتي ما كنعاودهاش جوج مرات. سحر بقات غير كتشوف ودموعها دايزين. سيف الدين مشى عندها وجرها بالجهد من ايديها وغادي بها وقال الى غوتي ولا تلاقينا بالوالده وحسستيها بشي حاجه تشاهدي على روحها. ابقى جارها حتى خرجوا من الفيلا ووصلوا للطوموبيل، حل الباب ولاحا وطلع حتى هو. دماره وزاد طاير وحتى هي ما نطقات بحتى شي حرف. معرفتها بالناس قدرت تعطيها فكرة مسبقة على هاد الوحش اللي معاها، ودموعها ما غيخليوش يتراجع. وزادوا شي ساعة وربع تقريبا حتى وصلوا لواحد الغابة، واللي مع الدخلة ليها عرفات سحر أن مصيرها تقرر وأنه غادي يقتلها. كانت بغى تقاوم وتغوت وتضرب وقاع، ولكن جسم ضخم في الطول فين غتبان قوتها قدامه؟ وهي اللي ديما مقتنعة أن المكتاب على الجبين لازم تشوفه العين. وفي دار سحر بالرباط لطيفة خالد سحر كتقول يا ربي هاد البنت فين تعطلات؟ وخدات كارني مسجلة فيه كاع الأرقام وجبدات الرقم ديال نرجس. قالت ألو نرجس الله يرضى عليك، سحر واش راها مازال تما؟ سحر واش مازال في العيادة؟ جاوبت نرجس لا مشات مع واحد السيدة عندها مريضة في الدار. ياك لاباس لطيفة ما موالفاش تعطل وتشوشت عليها وتليفونها طافي. نرجس لا لا ما تديريش في بالك، ويقدر يكون عند المريضة مشكل وطولات معاها ولا ديشارجا ليها للتليفون دابا شوية وترجع. لطيفة ونتمنى شكرا. وفي وسط الغابة واقفة سحر ومنزلة راسها والدموع هابطين وقدامها عديم الشفقة اللي تبلات به. كان مصوب سلاح نيشان في راسها وما كاين حتى شي إمكانية باش يسجل الهدف اللي قدامه. وكآخر محاولة معاه بدات كتبكي وقالت الله يخليك خليني نمشي، شوف انا عارفك غير كتبان هكا، ما يمكنش يكون الداخل ديالك كحل حتى لهذه الدرجه، عينيك ما كيبينوش هاد الشيء،
أكيد باقي لداخل ديالك داك الإنسان المسيان. الله يخليك ما تأذينيش. ومع هاد الكلمة طاحت الأرض على ركابيها وهي فاشلة. وسيف في هاد اللحظة كان عايش صراع بين عقله وقلبه. ما عرفش علاش في هاد اللحظة فكراته بزاف نادية. تكون حتى هي ترجات داك اللي قتلها هكا وتقول له راها حاملة وما أدات حتى شي واحد. فأش من ذنب غتموت؟ ما حس إلا بدمعة نازلة من عينيه، دمعة حرقة خارجة من قلبه على المشهد اللي تخيله في دماغه. مراته كتبكي وكتطلب وكتحاول تحمي راسها وولدها وهو ما كاينش. كان موعدها أنه غادي يحميها لآخر نفس فيه، ولكن شاء القدر. سيف أبقى كيشوف سحر ومشى نوضها بالجهد من إيديها وعينه في عينيها وهدر بحدة. عندك حل واحد، يتزوجيني وتضمني حياتك يتموتي. سحر عاد ما زادت في وتيرة البكاء، بحال قال ليها يا تنتحري يا تخليني نقتلك. قالت واش كتقول لي يا تنتحري؟ اشنو الفرق بين الموت وبين نتزوج بقتال ما كنبغيهش وعمري غدا نبغيه؟ جاوبها سيف الدين ببرود عكس داكشي اللي حاس بيه لداخل. ها دكتورة ما عندكش حلول بزاف باش تخيري، حتى انا ما عاشقش نتزوج بيك. ورك ليها على ايديها حتى بدات كتوجع وقالت طلقني خليني نمشي، ما نتزوج بيك ما تزوج بيا. عباد الله اشنو اللي جابرك تزوج بيا؟ جاوبها سيف الدين الا ما قتلتكش انا غادي يقتلوك هما، انتي اختاري. قالت عافاك. لا عافاك كنطلبك، الله يخليك خليني. قال سيف الدين اللي عندي قلته، عندك جوج دقايق. سحر دايركين ميت قدام غسالي ما عندهاش حل اخر. فكرت وقالت اللهم تسلك راسها وتغرقوا في الحبس من اللي تلقى عليه دليل. قالت انا موافقه. قال لها سيف الدين اي خطا غديري غتحاسبي عليه. يلا شفتي وجهي الزوين والخايب كنصحك تجنبيه، نص غلطه من عندك تمشي فيها خالتك في الرجلين. فكريني بسميتها لطيفه ياك. سحر ضغط ليها على الجرح وبدات كتبكي وتغوت وكتقول خالتي لا هي اللي عندي، قتلني انا وما تأديهاش. سيف الدين شد ليها في ايدها ودورهم ليها مورا ظهرها وقال غدا تزكاي وتبتي واخر مره تهزي صوتك وايديك عليا ولا غنعرف نربيك بطريقتي وما نظنش غتعجبك. وفي الفيلا سيف الدين جالسه كيف عادتها مقابله مع الشرجم ديال بيتها كتشوف الغروب وبزاف ديال الحوايج كتحس بيهم، كتشوف غدر الزمن وغدر الصحاب وغدر الاقارب. اش من مصائب دازو على بنت في ريحان شبابها خلاوها تحبس الهضره وتكتم احزانها لراسها. علاش اللي كنتيقوا فيهم هما اللي كتجي من عندهم الدقه؟ واش يمكن حيت حنا اللي ما كانش خاصنا نتيقوا، ولا هما اللي ما كانش خاصهم يغدروا؟ دازت نص ساعه وهي جالسه حتى بدا الظلام كيطيح، هزات راسها للسما وبدات كترجع بذكرياتها اللوم. داخل غرفة العمليات كتقول الدكتورة مدام سارة هادشي خارج على القانون وهادي جريمة تحاسب عليها حيت كانت تستر على راجلك. هادي ثالث مرة كتجي في هاد الحالة، وإلى عاود جهدتي رابع مرة غيولي عندك التهاب وبالتالي العواقب غتكون وخيمة. جاوباتها سارة دكتورة عاوليني، قولي له بالله ما بقيتش غنولد مورا هاد الإجهاض، كنت رجال راجلي مريض يقتلني لبلغت عليه، عافاكي ديري فيا هاد الخير. وفيقاتها من سهوتها الحاجة فاطمة اللي دخلاتها الزبلاطو دي الماكلة، طبطبات عليها وقالت نودي يا بنتي تاكلي الله يرضى عليك. وكيف ما العادة ما لقات حتى جواب من عند سارة، ما بغاتش تزيد تضغط عليها
وخرجات وخلاتها. وصلوا صيف وسحر قدام الفيلا ونزلت سحر وهي كلها خيبات أمل. قال سيف: غتعيطي على خالتك وتقولي ليها غتزوجي غدا. كيفاش وعلاش؟ داك الشي حليه من عندك، راكي دكتورة ما نخافش عليه. وغمزها ودخل وتبعات حتى هي دخلات قدام أمه اللي ما فهمات والو. قال سيف الدين: الحاجة غدا إن شاء الله غادي نتزوج وهذه هي العروسة. ضحكت الحاجة وقالت: أويني يا وليدي، واش عارف راسك اش كتقول؟ اش هاد خرجان العقل؟ واش طبيبة دختك عاد عرفتيها غتزوج بها اليوم؟ جاوبها سيف الدين: ياك فرعتي لي راسي باش نتزوج. ايوا هانا غادي نتزوج. هاد الموضوع تسد، خلاهم قبالت بعضياتهم وطلع للبيت باه اللي لقاه كيصلي. تسنى حتى كمل صلاته وقال له الحاج. جاوبه وقال له: دفنتيها؟ سيف الدين: غنتزوج بيها. الحاج: كيفاش غتزوج بيها؟ واش وقت الضحك هذا؟ سيف الدين: الحاج امتى ضحكت معاك في هذا الشيء؟ الحاج ضرب فوق البيرو وناد كيغوت: واش حماقيتي؟ واش باغي تخرج علينا؟ ديك البنت غتدخلنا للحبس. قال له سيف الدين: الحاج هذيك غادا تولي مراتي، قبل ما تخرج اي كلمه في حقها عرف مزيان شنو غادي تخرج، وما غتقدر تقول والو. الموضوع تسد، انا ما جايش نتشاور معها، انا كنعلمك باش ما يغلط معها حتى شي واحد. وخلاه وخرج. الحاج: هاد البنت من دابا بدات كتخرجك على طوعك وطوعي. وبهاد الجمله سدات سحر فمها وضربات الضم. اصلا غي شوفاتو كيطيحو فيها النظر. اما خالتها كانت عند البوليس كتبكي وحالتها تشفي العدو. قالت: واش سيدي كنقول لك بنتي ما كايناش كتقول لي يا ما عندنا ما نديرو ليك؟ قال لها البوليس: شوفي يا الشريفه، البنت عندها اكثر من 18، يعني عارفه راسها اش كدير وبعقلها، وحنا اصلا ما يمكن لينا نبداو التقلاب حتى تفوت 24 ساعه وتكون ما رجعاتش. تفضلي.